اي دعامه بتتركب لازم تبقى اقصر من طول القضيب عشان ما تاثرش على الدوره الدمويه. القصر ده ممكن يبقى نص سنتي الى 1 سنتي مع المحترفين، ومن 1.5 سنتي او 2 سنتي فما فوق اللي هم اقل احترافيه، يعني جراحين اقل احترافيه. احنا بنحل دي ببساطه ان احنا بنعمل عمليه اطاله للقضيب اصلا قبل ما نحط الدوره. يبقى كده انا قدامي ثلاث احتماليات، يا اما الطول النهائي هيبقى اطول من طول القضيب قبل العمليه اصلا، يا على الاقل هحافظ على الطول يبقى يفضل زي ما هو، يا لو حصل نقص في الطول اثناء الجراحه هعوض الفقد خالص، يبقى الفقد عندي اقل من نص سنتي او عده مليمترات، يبقى كده المريض استفاد في ثلاث حالات. طب السمك برضه لما بركب دعامه، الدعامه لازم تكون اقل من قطر النسيج الاسطواني، فطبعا لازم ازود السمك لان دي بتاثر على الرجل والمراه، السمك بتاثر على الرجل والمراه. بتكنيكات التجميل بنعملها ودي سهله جدا، وبنخلي سمك القضيب اعلى منه قبل العمليه اصلا. بروده القضيب، يعني في واحده زوجه قالت لي قبل كده مره ان حاسه ان العضو بتاع زوجها عامل زي لوح التلج. طبعا بنركب خارج النسيج الكافي عشان نسمح بمرور الدم، وده في كتير من العيانين بفضل الله بيخلي درجه حراره القضيب تبقى عاليه، لان الدم اللي بيتدفق بيرفع درجه حراره القضيب، فالزوجه لما تحس ان القضيب سخن دي بتدي لذه اكتر. السبب الرابع والاخير ان الراجل لما بيغزف سواء بعد دقيقه او دقيقتين بيفقد المتعه خلاص، بيكمل زي الانسان اللي قالي عشان يمتع الطرف الاخر، فالانتصاب عنده وقت مفتوح ولكن المتعه وقتها محدود دقيقه او دقيقتين. بعمل له عمليه على عجلان لتاخير سرعه القذف، بقص عضله صغيره من نفس فتحه الدعامه وحته جلد صغيره مكان الطحال. العمليه دي بتاخر وقت عنده اضعاف مضاعفه، بدل ما دقيقتين ثلاثه يبقى 10 اضعاف الكلام ده او اكتر. دي بتاثر على الرجل لان الانثى ما بتحسش بالنقطه دي لان المتصاب دائم عشان الدعامه موجود، ولكن بتفرق كتير مع الراجل ان هو يكمل زي الانسان الالي او ان هو يكمل باستمتاع. وده تكنيك الفور دي، وده المهم جدا في تركيب الدعامات، واحنا في علاء كلينك بفضل الله احنا اللي ابتكرنا التكنيك ده وبقالنا سنوات عديده بنعمله، وهو افضل تكنيك من الناحيه العمليه اللي بيدي افضل نتيجه مع تركيب الدعامه. وشكرا.